بالنسبة لل أنا بس حطيت الداتا من النت وبطلع على الداتا يعني كده في ناس كمان ما بتقدرش تحضر الميد تيرم إكزام في الغالب اللي بيحب يضم الميد تيرم إكزام على الفاينل إكزام في الغالب الفاينل إكزام بيبقى أصعب تفتح يعني الميد تيرم إكزام بيبقى فرصة تحسين الدرجة يعني حاول ما تضحكش على قد ما تقدر إن الفاينل إكزام اللي بيضيع منه ده بيخلي ده من 100% مثلا الغالب بتبقى الأمور أصعب عليك الكورس وقته ضيق فهدي في حاجة تضطر تمشي لأن ما أعرفش رمضان 25 في البيت دي حاجة الحاجة التانية سمعت من الامتحانات واحد مالي واحد مالي يعني معاه كمان أسابيع الكورس الكورس مكتوب من 13 ل 14 فأنا مش عارف إزاي أحط طبعا في حاجات هتقدر تتلم في حاجات هتقدر فيها وربنا ييسر لو يقدروا ننزل تأجل الامتحان شوية عشان نساعد طبعا ما كانش عندي فرصة إن أنا أرغي النهاردة لكن النهاردة أنا بقى أضغط نفسي حضرتك تناسب المدرية حضرتك نزلنا محاضرة محاضرة ولا محاضرة كلها على بعضها ولا محاضرة كلها؟ لا مش هقدر أديها كلها على بعضها لان انا مش عارف انا هقدر احط قد ايه. طيب. هو في سكشن للماده دي؟ لو انا معايا 14 اسبوع كنت اتبعت ده بره. مكتوب معلش هي 1 5 2 6 6 3 نعم؟ حياتي طيب 1 5 2 هو معلم دلوقتي. معلم ما هتبدا من 1 5 انا خلصت التدريس. اه تمام. فالمعلم ده هيتغير مش هيتغير. معرفش ايه مش هيتغير. طيب بس كيس مش هيتغير وحاسس ان فعلا في الغالب مش هيتغير ده هم رجعوا ظبطوا نفسهم هم في كيس والدنيا يعني و25 الفيل هيبقى في شامل سين كمان يجي في السكه اه طبعا لانه بيجي يوم اثنين وانا مخلص يوم اثنين فاصل الثمانيه يبقى بسرعه بس معظم الدكاتره بيهتموا في الكاميرا وانا شايف عندي في الواقع سن التدريب زي ما بيسال في كليتي حساب 30 سنة في الحياة فعشان بعد إذن حاجة ما يعيش إن إحنا بكمية أقل بس في كوندنسي لا جالس أستفيد أكتر بغض النظر عن كتير وضايع كتير أمر يبقى على طريق ما يمشي طبعا حبيبي ولا نعملها مرة واحدة خلاص لا أنا في المحاضرة كتير وضايع بس خلاص إن في حد أدنى في مدرسة في بيت ما تقدرش تنزل بالنسبة للصور أنا شخصيا ما عنديش مشكلة إن حد يريكورد بس المشكلة بتنشأ واحد من الطلبة بنحترم خصوصية الطلبة اللي عندي بقى واحد من الطلبة مش عايز يتصور مش عايز يتصور فدي أنا مش هقدر أجيب يعني أنا مش هقدر أجيب موافقة كل الناس أنا كده ما عنديش مشكلة طيب الاتندنس ما باخدش غياب طبعا مع العدد الكبير ما ينفعش اخد غياب ولا هنضيع بقى كله بس وانا عارف ان بقى في الشغل طبعا وهيكون في الشغل والكلام دوت بتنزل كوماند الاتندنس كوماند طبعا ده بيدي فرصه للسؤال وبجاوب وبيعرف انا بستريس على ايه حتى لو باخد صور والكلام دوت اللي ممكن في الامتحان اللي مش ممكن انا بحاول اجيب في الامتحان الحاجات اللي انا عايزهم ذاكوها هي كده يعني انت تذاكر اللي هيجي في الامتحان فانا بحاول اجيب الامتحان بتاعي ازق اللي المفروض تعرفه الاتندنس كوماندز بس ما باخدهاش بس انا مش مسؤول عن اللي بيغيب ان شاء الله لو جيت ما لقيتش حد خالص اقول للشخص الفلاني خلص تشيك خلصت ما عنديش اي مشكله يعني هادي مش هلاقي حد الماتيريال بتاعت النهارده طبعا خلاص تعمل ايه؟ طيب الكورس ديسكريبشن بتاعي انت تتوقع في الكورس ده اللي هتاخده يعني ايه؟ الاكسبكتيشن في الكورس ده اكيد
طبعا انا جاي كلكم جايين تبدوا عشان برضه ده دبلومه وعايزين ننجح بس برضه عايزين نستفيد كورس زي ده انا متوقع اخد منه استفيد منه فيه بيزكس كويس ماشي زي هو اسمه كمبيوتر نتورك زي ايه بقى بيزكس زي ايه الراوتر مبدئيا كده ممكن اقول ان يكون دول 5 دقايق وخلص الكورس يعني انا ممكن اشرح حاجه راوتر وسويتش 5 دقايق مفيش مشاكل خالص وبخلصها مع السلامه ايه تاني؟ ده مش هركز عليه اصلا الراوتر مبدئيا بيجي لي انا طبعا من هنا لحته في اخر الدنيا فبيجي لي انا كراوتر بيجي لي مسج عايز ابعت له المكان ده اعرف الديستنيشن انا افتحها فين واطلعها للانترفيس اللي صح بتاعها خلص ده راوتر سويتش نفس القصه بس جوه اللاند بتاعتي ايه تاني؟ زي عم يشرب بنسيت يا عم بقول ده ليه صح؟ نعرف انواع الشبكات ونعرف يعني ايه بورت ويعني السمي ديفايس كم نتورك؟ لوكال نتورك. كم نتورك؟ ايه الهدف؟ بص الاجهزه الداخليه مع بعضها. الاجهزه الداخليه بعدين. الاجهزه الداخليه في المعمل بعدين. بنشيل بعض. خلاص ماشي. للتشغيل. لوكال نتورك. لوكال نتورك. لوكال نتورك. لوكال نتورك. عايزين نشير برينتر مع بعض في برينتر كلنا بنطبع يعني كده عايزين نشير فايلز انا احط فايل على المكنه بتاعتي حد ياخده لا طبعا لازم الراديو والتلفزيون برضه حاجه بتستعجل شويه زي تي في البني ادم عمل لها ديزاين وامبلمنتيشن بص على عدد الكمبيوترز الواصله على الانترنت
بص على عدد المستخدمين اللي واصله على الانترنت. فلو انا هعتبرها مثلا كديفايس وده اضخم ديفايس او اضخم كونستراكشن البني ادم عمله تقريبا على مر التاريخ من حيث عدد كونكتد ديفايسز ومن حيث عدد المستخدمين. عدد المستخدمين تقريبا 40% من البشر بيستخدم الانترنت دلوقتي. عدد الديفايسز معرفش بس بليونز ديفايسز كونكتد. والاكسبكتيشن ان بيزيد مش بيقل مش هيفضل زي ما هو. يعني انا في الانترنت دلوقتي الاكسبكتيشن ان هيتقاس مثلا درجه حرارتي والاجهزه الحيويه بتاعتي والسنسورز في جسمي وتتبعت المستشفى. العربيات هتبدا تتكلم بعض في حادثه قدام في العربيات تقول لبعض ان بلادك في حادثه قدام خلي بالك. ودلوقتي بدانا بالفعل انا وانا جاي ببص بعرف انهي طريق اللي هاخد ده الطريق ده زحمه الطريق ده وعرفت مني معلومه ان الطريق ده زحمه. نعم عن طريق الانترنت العربيات ماشيه سند انفورميشن جوجل مابس. احنا دلوقتي ماشيين ببطء فبيقول لا ده الحته دي هنجل الطريق ظل احمر والحته دي زي وبيقول لي انت هتوصل في خلال 40 دقيقه جاب منين 40 دقيقه الاسم ده منين. فانا نكلم جوجل مابس العربيات على الطريق. انا لما بفتح جوجل ماب بتاعي الماب بتاعي بيبعت فيدباك وبدانا نتكلم ونبعت مشكله بس في العربيه. يبقى انا دلوقتي الديفايس بتاعي كونكتد هو عايز يعمل الديفايس بتاعي يبقى كونكتد بيلت في العربيه مش مجرد سمارت فون ده ماسكه فيه والعربيه تبدا تتكلم معاك. اقصد ان الانترنت دلوقتي بقت فلوش والاكسبكتيشن هتبقى اكتر وداخله في هيلث كير داخله في عربيات تتكلم بعض داخله في هوم اوتوميشن داخله في حاجات كتير وبدا ايه طيب اللي يهمنا انا برضو احنا ناس اكاديميين. انا مش جاي ادرس سيسكو او سي سي ان ايه ان انا اقول يعني ايه راوتر وبعدين سويتش وخلصت وهاو تو ديزاين سمارت لان. ده مش هدف الكورس ده خالص. هدف الكورس احنا ناس بنعمل دبلومه بنحضر نفسنا الماجستير كمبيوتر ساينس. انا مش برضه كمبيوتر ساينس دي بتديني انديكيشن انا المفروض اروح فين. يعني الكورس ادرسه كمبيوتر انجينيرنج حاجه ادرسه كمبيوتر ساينس حاجه ثانيه ادرسه اي تي حاجه ثالثه وهو كله اسمه كمبيوتر نتوركس نفس الاسم بس ادرسه في ديفرنت ليفلز. نعم احنا سي اس او اس ماشي سي اس او اس بس هو الكورس اورينتد للجروب دوت ما هوش اي تي مثلا ما هوش انجينيرنج هو ساينس واكاديمي. يعني بفكر ان بعضكم هيحتاج الكلام ده في سنه ماجستير مثلا او سنه دكتوراه بعد كده. فيهمني ان انا ببني باك جراوند سوليد تمكنني ان انا الحاجات اللي اقدر اتعلمها لوحدي اتعلمها لوحدي بس يبقى عندي الباك جراوند بتاعي. زي بالظبط الناس اللي بيخشوا انجيرنج ويروحوا مدرسينهم كالكلس هو مش هيطلع انجير يشتغل بالتفاضل والتكامل في الشارع. هو بيبني عنده طريقه فكر وبيديله طول يستخدمها بعد كده في حاجات تانيه. فنفس القصه هنا انا يهمني الميثود دي لو انا عامل لها ديزاين وامبلمنتيشن بنت ازاي هيوج تو بيلد ذا نتورك. This is a huge from scratch. ده huge task. How can I tackle this? ازاي ابص افكر how can I build a network with a network system as a overall system. والكورس نفسه introductory. الكورس ده بعضكم ذكر network security ده كورس. Network operating system كورس. Network troubleshooting كورس. Network protocols كورس. يعني اقصد ممكن يبقى عندي في النتوركينج 7 8 maybe more courses different. Network programming كورس. بعدين ده تارجت مين؟ ده تارجت الناس بتوع الاي تي ولا تارجت الناس بتوع كمبيوتر ساينس ولا تارجت الناس بتوع انجينيرنج.
ببدأ أفكر أدرس الكورس ده إزاي. كده عندي تو يوزرز عايزين يتكلموا بعض وعايز اعمل اسلوب اتصال ده. اليوزر بيجنريت سيجنال دي ممكن تبقى الكلام بتاعي يعني ممكن تبقى سبيتش ممكن تبقى سيجنال من داخل ممكن حاجات تانية اسمها كده بس يعني يقول بس عشان مثالية ده أنا ما أقدرش أبعته زي ما هو كده. مبدئيا بقى عاملين هنا دعم هنا معلم نعم معلم فأنا مثلا أقول الكودينج مع الكود عشان أطلع حاجة أقدر أبعتها أطلع شبكة كهربية أبعتها على سلك طلع إشارة ضوئية أبعتها على فايبر أوبتكس طلع إلكترومغنيتيك ويف أبعتها في الهواء يعني ممكن مش ممكن الميديا ده هنا هنا ده النتورك بتاعتي ممكن أستخدم فيه ممكن أستخدم فيه فايبر أوبتكس ده بياخد الصوت بتاعي ويحوله لأوبتيكال سيجنال ممكن تبقى الوايرلس الكهرباء هو كواكسيا كيلو مثلا نحاس كواكسيا كيلو كوست كتير نحاس فهيمشي فيه كهرباء ده هنا جاب هنا مش هيمشي هنا ضوء ضيق هيمشي هنا الكتريسيتي او وايرلس نعرف اللي هيمشي هنا الكتروميتيك ويف
فابدا اتكلم بعد ما اخلص كلام اقفل المكالمه. لو بصينا البروتوكول بتاعي اتكون هنا في مكالمه التليفون ثلاث حاجات: كونكشن سيت اب، ان انا عملت كونكشن بيني وبين الطرف الاخر، بعدين داتا ترانسفير ان احنا اتكلمنا واكستشينج داتا الكلام بتاعنا، بعدين كونكشن تير داون او كونكشن ترمينيشن وفينش. خلاص خلصت عشان ما يقعدش يعد عليا فلوس. المكالمه كل دقيقه ليها ساعه، فبقى ده ترمينيت ال ده البروتوكول 3 ستيبس: سيت اب، داتا ترانسفير، ترمينيشن. وكونكشن سيت اب اصلا ليها بروتوكول خاص بيها، ان انا لما رفعت صناعه الحراره الكلام ده كله ليها ستيبس. البروتوكول سيت اوف رولز، سيت اوف رولز عشان نبدا نتكلم بعض، جبرنج ذا كوميونيكيشن، يحدد لي نوع المسج اللي بنبعتها ايه، الفورمات بتاعتها ايه، الاوردر بتاعها ايه، عشان نبدا نتكلم بعض. بنعمل بروتوكول في اي حاجه. لو انت عايز تسافر في بروتوكول بتاعك، احجز تذكره سفرك، ما اعرفش ايه، هات شنطتك وروح قبلها بساعتين ثلاثه، في ستيبس تاخدها، والا الخطوه اللي انت عايز تعملها هتفشل. بالنسبه للبوتنج الموضوع كله اوتوميتد، مفيش فرصه تفكر، و هاف تو ستيك وذ بروتوكولز. كل البوتنج تقريبا قايمه على بروتوكولز. بنسمع عن حاجه اسمها تي سي بي، بنسمع عن حاجه اسمها اي بي، بنسمع عن ايميل، بنسمع عن دي ان اس، دايناميك هوست كنترول، بروتوكول دي اتش اس بي، كلها بروتوكولز. كلها بروتوكولز وستاندرد. دول الفايفين. فانا عشان اعمل كده، عشان اعمل السيرش دي، خلي بالك من حاجه. انا هنا بسطت الامور جدا. انا بسطت الدنيا هنا. الدنيا هنا مش بالبساطه دي. فانا هنا في ممكن ده يكون نص حاجه ثانيه كده. انا عشان اعمل مكالمه من هنا من كندا، مفيش سكه واصله بين هنا وكندا كده، سكه خلصت في الطريق كده، لا دي واصله على راوتر كتير في السكه. انا عشان اسافر من هنا لاسكندريه، مفيش خط مستقيم من جامعه القاهره لجامعه اسكندريه كده، لا ده في طريق، في ميدان، ولا اما اخد يمين، لا اما اخد شمال وامشي. فنفس الكلام، انا بيجي لي مسج عايز تروح من هنا. طب ابعتها ازاي؟ توصل تمشي السكه دي ولا تمشي السكه دي ازاي؟ اعرف منين؟ في اولا لازم ابعت الادرس، عنوان اللي انا رايح له، لازم ابعت عنوان اللي انا رايح له. فدي اول حاجه، ندي كل واحد عنوان ازاي؟ نسب. شوف بقى الادريسيز دي بتتعمل ازاي؟ موضوع. ثانيا انا عرفت العنوان بتاع الاند يوزر بالظبط زي ما يكون حافظ عسكري مجهول على كل ميدان. والعربيات جايه، انا هنا من جامعه القاهره رايح جامعه اسكندريه، وهنا في ميدان، وهنا ميدان ثاني، وهكذا. تاب سكشن، مش ضروري يكون ميدان، تاب سكشن. بحط جايد كده يقول لي عايز تروح فين؟ عايز اروح اسكندريه، امشي الطريق ده، ما تاخدش الطريق ده. ده الراوتر بيجي لي مسج فيها ادرس، وابص على الادرس اعرف هو رايح فين، اقول له تيك ذا راوت ذيس انترفيس وتيك انذر انترفيس. احيانا يبقى الانفليشن بتاعي ليه كذا راوت، ممكن يمشي كذا راوت، بختار له الراوت الايه؟ الانسب. الانسب ده ممكن يكون الاسرع، ممكن يكون اللي بيقلل الترافيك، ممكن يعني في كراتيريا كتير. الكلام ده طيب السيجنال اللي ماشيه هنا شكلها ازاي؟ بعمل الكودنج ازاي؟ فدي بيسكس هحاول نبص عليها. الموضوع النتوركينج ضخم جدا، فبيكسروه ستيبس. انا عندي موضوع ضخم عايز احله ازاي؟ اخده كله على بعضه كده، ان شاء الله. وان تاسك كده على بعضها يمكن ما اقدرش.
بالظبط زي ما تكون هتبني بيت وعايز تفرشه. ابني بيت وعايز افرشه. مش هو بني ادم واحد اللي يعمل التاسك ده كله. ده انا هجيب واحد يبني الاول اساسات. واحد يبني الهيكل الاستراكشر بتاعه، واحد هيبيضه، واحد هيشطبه، مهندس ديكور، واحد بتاع اثاث يفرشولي. ما هوش بني ادم واحد يعمل الشغل كله. لا يمكن. هجيب جينيس مش موجود ومش هيأدي شغل صح. فنفس فنبدا نتخصص. نبدا نتخصص عشان نبني بيت مفروش لازم في واحد مهندس مدني، واحد مهندس معماري، في بنا، في واحد بتاع ديكور، في واحد بتاع مفروشات هيفرش القصه دي، ونبدا نتخصص لحد ما يفرش في الاخر. نفس الكلام هنا. الناس بتوع الميثودز السيستم ضخم جدا فبدأوا يقولوا ايه؟ طب نتصرف نقسمهم وراحوا مقسمين لايرز وقال انا عندي لايرز مع فيزيكال لايرز الفيزيكال لاير دي خاصه بايه؟ خاصه ان انا همشي كهرباء على سلك او همشي لايت وفايبر اوبتكس او همشي الكترو ماجنتيك ويف في الهواء او هعمل ساتلايت كونكشن. عايز احدد نوع السلك ايه؟ مصنوع من ايه؟ سمكه قد ايه؟ الايزوليشن بتاعته شكلها ازاي؟ السلك بيجي لي السلك بيجي لي مش ايزوليتد. طيب السلك اصلا نسبه النحاس ولا ايه اللي فيه ده بالظبط وسمكه والايزوليشن بتاعه شكله ازاي وهو تويستد على بعضه هاو ميني تويست بير انش. كل ده بالنسبه لو انا شغال كهرباء، لو انا شغال فايبر اوبتكس نفس الكلام. الفيزيكال لينك شكلها ازاي؟ الفيزيكال والميكانيكال اسبيكت اوف ذا ديفايس اللي عندي شكله ازاي؟ اتعمل ازاي؟ فده الفيزيكال لاير دي اللي هتنقل فعلا، دي اللي هيمشي فيها الكهرباء او اللي هيمشي فيها الضوء او اللي هيمشي فيه الالكترو ماجنتيك ويف. والالكترو ماجنتيك ويف اللي ماشيه التردد بتاعها قد ايه؟ كل ده خاص بالفيزيكال لاير. دي بعد كده حاجه اسمها داتا لينك لاير. انا عندي الشبكه بتاعتي كده جامعه القاهره مثلا هبصل الامور برضه فرض ان جامعه القاهره يعني ايه وان سنجل لاب وده مش حقيقه طبعا لان الكليه هنا فيها كذا لاب وكليه هندسه فيها سيفرال لاب لوكال اير نتوركس يعني وكل كليه فيها سيفرال لوكال نتوركس وكلنا واصلين وفي الاخر خالص في جامعه القاهره في راوتر شاركين مثلا مع المصريه للاتصالات ولا حاجه توصلني للناس لبره. انا مثلا شغال في جامعه صغيره مش جامعه صغيره ولا حاجه شغال في جامعه صغيره وانا ويا وان سنجل لاب وانا قاعد هنا وعايز ابعت كوميل لواحد تاني في حته تانيه. تمام؟ عشان ابعت من هنا المكنه بتاعتي لحد الجيت واي واصل بقى المصريه للاتصالات او هو ايفر بروفايد من السيرفر زي اوت سايد بورد يعني عشان ابعت من هنا لهنا ده مسؤوليه مين؟ الداتا لينك لير. داتا لينك لير ليها علاقه بالميديا سويتش او ميديا ترانسفير. وحد ظبط الماك ادرس بنستخدم الماك ادرسيس في الحته دي. ممكن نقول تفاصيله بعدين. بعدين عندي نتورك
من ضمن مشاكل الداتا ليك لير لو في اثنين مثلا هنا احنا كذا واحد على الكتب ففي اثنين عايزين يبعتوا هنا في نفس الوقت مين يبعت ومين يستنى ما هو سلك واحد كلنا بنشير 1 كيلو واحنا الاثنين بعتها في نفس الوقت الالكتريك سيجنال هتدمج ايتش اذر تمام من ضمن الشغل الداتا لينك لاير طيب وانا ببعت حصل مشكله حصل ايرور كان الديت ايرورز ف من ضمن شغل الداتا لينك لاير الايرور كنترول الداتا لينك لاير عايز ابعت بقى من هنا لهنا ليه علاقه بالاند تو اند ترانزميشن اند تو اند نخش فيها الاي بي نخش فيها الادريسين بوك الجلوبال الادريسين لو انا شغال انترنت هتبقى اي بي ادريسين نخش فيها مشاكل زي كونجيشن كنترول يعني ايه كونجيشن كنترول انا ده هنا وده وصل لحد تاني وهكذا فزي زحمه الشارع من تحت لو كلنا مثلا ماشيين في كلنا جايين على الراوند باوت دوت ولا على الانترسكشن ده تلاقي هنا في اختناق حصل والدنيا اتلخبطت. طيب هاو كان اي هاندل ذس؟ ده شغل برضه مين؟ النتورك لير هاندل ترانزيشن كنترول. بعدين ترانسبورت لير الترانسبورت لاير ليه علاقه بالمسج جات للمكنه هنا المسج جات للماشين بتاعتي وصلت يعني انا ببعت من الماشين دي للماشين دي وصلت للماشين وصلت تو ذا هوست تو ذا كمبيوتر بس خلي بالك الكمبيوتر ده مش مشغل وان سنجل نتوركينج ابلكيشن الكمبيوتر ده مشغل سيرفر يعني انت على اللابتوب بتاعك ممكن تبقى فاتح الايميل وبتعمل براوزنج باستخدام فايرفوكس وبتعمل براوزنج تاني باستخدام جوجل كروم وبتشات مع واحد زميلك باستخدام ماسنجر وقاعد على الفيسبوك كل دول نتورك ابلكيشنز رانينج اون يور ماشين ات ذا سيم تايم طب مسج جاي هتروح لمين فيهم؟ ف تو ديمونت تكست تو ديليفر تو ذا رايت بروسس تو ذا رايت ابلكيشن ده ليه علاقه بمين؟ بالترانسبورت بالظبط زي ما يكون ايه؟ ببعت جواب لواحد زميلي. بس زميلي ده ساكن في بيت فيه 50 دور وفي كل دور مثلا للطلبه كل شقه فيها اربع اوض وكل اوض ساكن فيها اثنين. اقصد انه واحد من ضمن الناس موجود. الجواب بتاعي يبقى فيه ايه؟ عنوان البلد، عنوان البيت، عنوان المدينه، عنوان الشارع، عنوان البيت واسمه. بعد ما ودور واسمه بعد اسمه دون ده الابلكيشن بتاعي فده بعد ما بيوصل للشقه هيروح لفلان جواها مش هروح لحد تاني فنفس الكلام بعد ما يوصل المسج تو ذا كمبيوتر it will be delivered to the right process او ابلكيشن السيشن لير سيشن لير ليه علاقه بايه؟ ليه علاقه طب انا هكلم واحد ده موجود ولا مش موجود دلوقتي؟ بدانا المكالمه بتاعتنا امتى؟ ونهيناها امتى؟ فليه علاقه بالتايمنج وذا سيشن سينكرونايزيشن للبروزرز حاجات زي كده. بعد كده في برزنتيشن. انا بكلم واحد في كندا هو بيتكلم فرنش. وانا بتكلم عربي بعت له جواب كده انا ما اعرفش بالعربي وهو ما اعرفش الفرنش
طيب البرزنتيشن كده اكتر ايه؟ انا عندي ديفرنت كمبيوترز برضه، عندي ويندوز ليها الكاركتر سيت بتاعتها، وعندي ابل وعندي يونكس ماشين، وكل واحده بتريبريزنت الداتا ديفرنت وسبيك ديفرنت لانجوجز. هاو تو كوميونيكيت بين ذيس اول ماشينز؟ فالبرزنتيشن لايرز ليها علاقه بالترانزليشن بين ماشينز. زي انا هتكلم فرنش وبتكلم، انا بتكلم عربي وبتكلم فرنش، ممكن حد في السكه كده يترجم لنا من عربي لانجليزي، يروح له الانجليزي يترجم من انجليزي فرنش. تو ريبريزنت ذا داتا بتكوين اس. ليها علاقه حد ده سيرت سكيورتي، ليها علاقه بالانكربشن. البرزنتيشن ليها علاقه بالانكربشن، لو انا عامل انكربشن هنا عشان بروتكت ماي داتا، والناحيه الثانيه عاملها ديكريبشن. طب لو عامل انكريبشن، عامل انكريبشن بني بني ادريس وبني كي سايز، كل ده تبع البرزنتيشن لاير. اخيرا الابلكيشن لاير وده انت بتتراكت مع ده بيتراكت مع اليوزر زي الايميل. ده اليوزر انترفيس. الابلكيشن لاير ده البرنامج اللي انترفيس مع اليوزر زي ايميل زي الشات الابلكيشنز اند سو. الناس اللي عمل اللي فكرت نتورك فكرت بالمنظر ده وعملوه ستاندرد وسموه اي بي انترناشونال ستاندرزيشن اورجانيزيشن او اس اي موديل او اس اي اوبن سيستم انترفيس. ده اسمه ايه؟ ايزو. ايزو اللي هي انترناشونال ستاندرزيشن. دي جهه اللي بتحدد الستاندرد. واحنا بنستخدم ستاندرد اول ذا تايم. يعني انت دلوقتي جبت الموبايل بتاعك حطيته عشان يشحن، الشاشه بتاعك دخل في الساكت سهل، ما هيش واسعه عليه، ما هيش طويله، ما هيش كبيره، ده ستاندرد. عشان تاخد تحط في اي فيشه كده يشتغل، ده الفيشه دي ليها ستاندرد والتشارجر بتاعك بيفولو الستاندرد عشان نقدر نتكلم بعض صح. فنفس الكلام دي جهه بتعمل ستاندرزيشن، عملت ستاندرد سميته او اس اي. او اس اي ستاند فور اوبن سيستم ولا والا مش هنعرف نتكلم بعض. يبقى اللي بيصنع التشارجر مش عارف يصنع مقاساته. يعني هصنعه ازاي؟ هصنعه هبيع لك السوكت اللي في الحيطه معايا يعني، ولا اعملها ازاي؟ فالمثال الواضح انا دلوقتي عندي سوكت في الحيطه زي فولو ذا ستاندرد. وهو بيصنعني بناء عليه. مش كده وبس. هو فارض ان انا خارج لي 220 فولت مش 190 مش 380 في فول ستاندرد. اذروايز الديفايسز دي مش هنقدر نشغلها. هتشتري الشارجر بتاعك ما يركبش في الحيطه دي، يركب في الحيطه الفلانيه. ماشي تمشي الامور كده مش هنعرف نعيش. ففي جهه مسؤوله عن الستاندرد عشان نبدا يحصل ايه؟ نكونكت مع بعض. اي حد يصنع التشارجر واي حد يصنع الساكت يفو فولو ذا ستاندرد، التشارجر بتاعه هيشتغل على الساكت اللي انا بكتبه فيه. نفس الكلام. فالموديل ده او الستاندرد ده اللي جابه الناس بتوع ايزو وسموه اوبن سيستم انترفيس. ده الستاندرد بتاعه. دي سب 7 لايرز بتترقم لاير 1 2 3 4 5 6 and 7. ده يخص الناس مين؟
تخص الناس انجينير شويه هاردوير ورياكت حتى هنا كمان شويه. هنا نبدا نخش مع الناس بتوع الاي تي نتورك ادمنستريتور وحاجات زي كده نتورك بلاير. هنا نخش مع ده بيبقى بيلت ان ويند اوبريتنج سيستم. الترانسبورت بلاير بتبقى مبنيه جوه الويندوز مبنيه جوه الماك او اس بيلت ان. الابلكيشن لاير ده البروجرامرز يعملوه. يو كان هاف يور اون ابلكيشن لاير بروجرام. يو كان رايت يور اون شات ابلكيشن. سهل مش صعب. طيب في اسلوبين لدراسه الناس المؤلفه كتب يعني في النتورك والحاجات زي كده. بص هدرس النتورك ازاي؟ في ناس تقول انا هدرس ابتداء من الابلكيشن لاير داونلود، درس الابلكيشن لاير شكلها ازاي وبعدين الابلكيشن لاير هدرسهم واحده وان باي وان فروم توب تو داون. توب داون ابروتش او توب داون ابروتش. في ناس تقول لا انا هبدا بمين؟ الفيزيكال لير واطلع ده يعني هذا الفيزيكال لير الاول بعدين ده لير بعدين النتورك لير ده بيسموه اوتوس ابروتش. ولو انا جاي من فوق بيسموه طب داون ابروتش. يدرس نفس الحاجه بس بترتيب مختلف. ما هم اندبندنت يعني انا عشان ادرس الفيزيكال لير مالهاش علاقه خالص بالابلكيشن لير. مفيش ده انا هنا درست ازاي رايت بروجرامز هاو تو ديفلوب يوزر انترفيس هاو تو رايت سطر بروجرامينج ملوش علاقه. مش بالضروره يعرف يعني ايه فيزيكال لير. مش بالضروره يعرف يعني ايه كده. ونفس الكلام الراجل اللي بيعمل التيبل هنا مش بالضروره يبقى ليه علاقه بالبروجرام خالص. ده هاردوير اورينت شويه ده سوفت وير اورينت شويه. طيب ده الستاندرد بس اللي حاصل الانترنت نفسها اتعملت قبل ما الستاندرد ده يجي. الانترنت ديفلوبس قبل الستاندرد ده. اللي عملوها ديفلوبمنت عملوها ازاي؟ الانترنت بدات اربع جامعات في امريكا مش فاكر اساميهم منهم غالي يوتا ثلاث جامعات ثانيه وهم واحدة بيركلي في كاليفورنيا يعني فاندد الدارة اللي هي ديبارتمنت مش فاكر الدارة بس انا المهم اربع جامعات في امريكا بنوا الانترنت واللي بناها طلب الدكتوراه بدايتها كده. فعملوا بدل ما كانش ده موجود ده كانش موجود. هم فكروا مع نفسهم قالوا انا محتاج فيزيكال لاير محتاج داتا لينك لاير محتاج نتورك لاير محتاج ترانسبورت لاير محتاج ابلكيشن لير بس لغى من دماغه السيشن والبرزنتيشن لير. ما فكرش هو سكيورتي. واول ما عملناها ما كانش مفكر يعني ايه سكيورتي والكلام ده خالص مش في دماغه خالص. فده اللي عملوه. الترانسبورت لير في الغالب حط الثلاثه دول مع بعض الوان سنجل لير سمعت ترانسبورت لير بس. وبنوا الانترنت بدات تنتشر. انا مش فاهم يعني ايه الايميل اصلا. يعني في سنه 88
بيقول لي يلعب في مين يعني يعني هاتوا الجواب يعني وقعته ولا مش عارف. كان 88 كانش معروف بالنسبه لنا يعني ايه كلمه ايميل، يعني هي الانترنت دي اصلا مش ورقه ما كانش معروف ساعتها. ده اتعمل قبل كده يعني اتعمل يمكن قبل الثمانينات كمان. فالناس عملوا الاربع جامعات عملوه بدا الموضوع يفتح بسرعه. الفيزيكال لير هنا هي نفسها الفيزيكال لير هنا الباتريك لير. احيانا بنكومباين الاثنين دول مع بعض يعني جزء ده بيروح مع الفيزيكال لير وجزء ده بيروح مع النتورك لير وخلاص. تسمى تي سي بي اي بي. الكود ستاك كود بتسموه كنترول ستاك او كود فيت. اسمي اي سي بي ستاندز فور وات ترانسميشن او ترانسبورت مفروض ترانسبورت يعني ده بيكون الاي بي انترنت المسؤول مش هم دول البروتوكول يعني دول اثنين بس دي صار نعم بيهم البروتوكول زي الانترنت بس دي صار نعم سكيلز. وده ده موديل بس هي ذس كايند اوف ديفاكتو ستاندرد. بعد ما اتعمل الانترنت بيزد اون ذس موديل طلع ده والناس كانت بالفعل استخدمت تي سي بي اي بي موديل. قالوا لهم احنا عملنا ستاندرد جديد انسى ده مش هبني السيستم اللي عندي فول ستاندرد. بقى هو ده كاين اوف ستاندرد والاول فولد. مين اللي سبورت عليه بقى؟ مين اللي سبورت؟ مين الجهه اللي بتحط الستاندردز بتاعته بتحط البروتوكولز دي؟ لا الاي تريبل اي. الاي تريبل اي ليها علاقه بالفيزيكال لاير والداتا لينك لاير اكتر. يعني هنا دول الاثنين دول في الغالب اللي بيشتغل عليهم الاي تريبل اي اللي هي انستيتيوت اوف الكترونكس اند الكتريكال انجينيرنج. دي ليها علاقه بالجزء بتاع الداتا لينك والحط الستاندرد والفيزيكال لاير بتحط الستاندرد بتاعها. الجزء اللي فوق ده في الغالب ليها علاقه بالاي اي بي اف انترنت انجينيرنج تاسك فورس. انترنت انجينيرنج تاسك فورس بيعملوا ايه؟ فاتحين للناس اللي عايز يمبروف او يبرودوس او يكريت سمثينج نيو يبعت للاي تي. يبعتهم ايه؟ يبعت لهم دوكيمنت يقول انا عايز احسن في البروتوكول ده او عايز اعمل بروتوكول جديد او وات ايفر. زي لوك ات الدوكيمنت لو الدوكيمنت كويسه بيعملوها للبابليك از ان ار اف سي. يعني اي سميت دوكيمنت تو ذيم زي لوك ات اف ات ميك سنس اف ات از جود انف زي جنريت ان ار اف سي. ار اف سي بي ريكوست فور كومنت يحطها للبابليك. في فلان قال بروتوكول جديد شكله اهو ويعملها ويعملها يعني لها بابليستي اوفر ذا انترنت. اللي شايف ان الكلام ده صح ماشي، اللي شايف انه يتعدي بيقول ات از ريكوست فور كومنت. ام ريكوستنج بابليك كومنت. ابعت الكومنت بتاعتك على دي. اف ات از جود انف ذا دوكمنت اف ات از جود انف تتحول بعد كده لستاندرد. اصل وايز بتتحط ان ممكن تبقى مجرد انفورماتيف لوك دوكمنت او وات. في كام ار اف سي موجود دلوقتي؟ في فوق يمكن مور ذان 8000 ار اف سي دوكمنت افيلبل فيها كل البروتوكول وكل الهيستوري بتاع الانترنت بتاعتها معاك لحد النهارده. في بروتوكول خاصه بالتي سي بي، بروتوكول خاصه بالاي بي. انا عندي حاجه دلوقتي اسمها دومين نيم سيرفر. دي بروتوكولز. عندي حاجه اسمها دي اتش اس بي دايناميك كونفيجريشن بروتوكول. دي بروتوكولز. عندي حاجه اسمها مالتي كاست. في بروتوكولز مالتي كاست كوميونيكيشن. في ميري
They are about 8,000 protocols till now in the world. And this is all public, nice here. حد عنده سؤال في الكلام؟ بداية ساعة الوقت الفيزيكال لاين بيبقى فيه ثمان الوان، الالوان ده كل لون مختص بيعمل حاجه؟ السيرش نفسه بتاع النت هو؟ السيرش نفسه اه بيبقى فيه ثمان الوان. لا سلك النت بس انا مش هخش في التفاصيل دي يعني انا حتى يمكن ما اتكلمش على كيرلي خالص. انا زي ما قلت اللي يهمني المين برنسبل اللي هي ضربتني عليه المين برنسبل اللي اقدر ابني عليه. وديتك مثال الناس بتوع الانجنييرز يوم بدرس فيها كالكولس 1 2 3 4 وانا هاخد بتاع مثلا اديني داخل انا نتورك سكيورتي حاليا كالكولس ايه اللي هستخدمه ولا راشر فيشن كويشنز ولا كم الفيزياء اللي درست وكده ايه يعني ايه الهدف ليه هدف الهدف انه بيديني طول وصول فكر صول فكر لما تيجي مسألة على الحلال ازاي وطول لو احتجتها وبني عليها انا مثلا انا مهندس كهرباء اعرف ادق اوصل كهرباء في البيت لا خالص خالص ما اعرفش ده اي تي شويه اورينتد اللي دارس الكلام ده اي تي اورينتد شويه تكنولوجي بلاش اي تي تيست تكنولوجي مش انفورميشن تيست تكنولوجي اورينت شويه انا ما اعرفش لو ادق حيطه ما اعرفش ادقها اصلا ما اعرفش امسك شاكوش وادق الحيطه عشان اوصل كهرباء البيت. ممكن لما يجي واحد افكر معاه شويه اقول له انت مديت السلك ده انت ما بتفكرش ده كان المفروض تمد كذا ان انا عندي خلفيه برفع برضه انما هو عارف احسن مني من الاخر. انا هدفي في الكورس مش ادرس مش ابقى سي سي ان اي مثلا اللي هو السيرتيفايد سيسكو نتورك انا كورس اكاديمي شويه عايز ابني وصول فكر عايز ابني خلفيه تساعد بعد كده لو حد فكر يعمل سيرة ولا حاجه زي كده ده هدفي مش هدفي اطلع نتورك ادمنستريتور مش هدفي خالص ان انا اطلع نتورك ادمنستريتور بس ممكن ما هو اللي دارس البروفيل عنده خلفيه كويس يقدر لو هو ده اللي حبه يقدر يطور نفسه او يقدر يذاكر مع نفسه يقدر يعمل عنده باك جراوند انف. لو كلمت محاسب هتلاقيه بيفكر باسلوب معين هو دخل من ساعه ما دخل يعلمه فيه ازاي يفكر كده. لو كلمت دكتور هتلاقيه بيفكر باسلوب مختلف خالص. هو اسلوب فكره بيه. بس ساعة ما دخل الكلية عمالين يهدوا فيه. نفس الكلام. ضابط الشرطة نفس الكلام بيبني جواه حاجة يفكر بالاسلوب ده لما تحصل له كيس من غير ما يفكر ياخد رايت ديسيشن. فده اللي أنا بحاول إن أنا أسلوب فكر وطول تساعدني بعد كده. لان انا ممكن اقضي السمستر زي ما قلنا ان انا بدرس سي سي ان اي مثلا وابدا اركز على شكل الكيرف زي ايه وازاي اوصله على
في نقطة طبعا للمادة دي بس ان ده كله بس عايز ادي البرودكشن احنا كوز ده عن ايه بشكل ازاي راح لنا فين اللي هيحصل ان انا في الغالب همشي كده ده هيعرضني ان انا هحتكر شويه ناس في الحته هنا كده ازاي هوصل ازاي تسيبنا في مكان زي كده لو قدرت اوصل لحال هنا كده يبقى كويس. لو قدرت اوصل طبعا في حاجات طبعا بس كده كتير ولا مش في ثلاث كتب كويسين للماده دي في ثلاث كتب ممتازين صح؟ ده سبب المشكلة على الشارع من هذا الفيوز أول كتاب في بس أنا لحد الآن مش عارف أوزعها إزاي ما تعرفش هي هارد كوبي ولا سوفت كوبي؟ لا نوتس يعني عايز أبرنتد يعني أول حاجة إحنا مش عارفينها دي احنا مدى جروب على الوقت على الفيس وممكن نحن نفحها عليه يعني نفحها ازاي؟ على جروب على الفيس عاملين جروب فيسبوك بيج يعني جروب ده مش بيج جروب جروب؟ اه بس عشان يسيبنا الحاجات دي اللي بعد كده بعد شوية ثلاثة ناس كان تسجلهم اخر وقول لي فين الحاجة وحاجة زي كده تفهم انت تعملها جروب واتساب جروب ولا فيسبوك لا جروب على الفيس هيرفع على المحاضرات عليه اه انت الادمن بتاعه اه تمام كويس ما عنديش مشاكل هاخد الايميل بتاعك وبعت لك البوست او ده خلاص كده واي اناونسمنت بقى الميد تيرم اكزام انا مش هعرف احطه انت استنى اسبوع كمان ولا حاجه لحد ما اعمل بس هو المفروض بيبقى في الأسبوع السادس أو السابع جدا ميزان السابع أسبوع رقم سبعة أسبوع رقم سبعة ده قبل الفاينل بأسبوع مش هينفع الميد تيرم أحط دور ايوه يا
ده انا هاخد الايميل بتاعك تمام هبعت لك ايميل بالنص وانت تفرح على واي بقى نص انا كويس انت قلت لي انا كنت عايز ايه انا ببدا الساعه 4 المفروض داخل بريك من 4 ل 5 وربع مثلا بعدين بريك في مات بعدين من 5 ونص ل 7 ل 6 ونص كويس ده المفروض في ناس في الشارع هتيجي متاخر وفي ناس عايزه تمشي بدري بظروف خاصه بيها ما عنديش مشاكل خالص بس من قبل اربع لاسبوع تخرج زي ما انت عايز وتخش حمام اي مكان كان مكان التليفون وقت من قبل ما مش اسمع ما حدش يستاذنني يعني اخرج من سكات كده غير دوشه وبرضه وانت داخل بهدوء مبدئيا عليكم السلام كلكم اهو محدش بقى يجي يقول السلام عليكم وهو داخل بتبقى بيعمل انترابشن عليكم السلام بس بيعمل ديستيرنس ببدا اقفل اللي انا كنت بقول ايه ده انا ماشي ازاي اي سؤال في فكره المحاضره طبعا نص ويلكم بخلاف السلام عليكم اي سؤال عليكم السلام اي سؤال في اثناء المحاضره انكرجت وقفني قلنا انا مش فاهم ليه ليه تديني فيدباك كويس هو بتخليني اجاوب على سؤالك فاللي عنده سؤال حتى لو شايف انه سؤال ما فيش حاجه اسمها سؤال ساذج او الكلام ده السؤال يحترم واجاوب عليه على قد ما اقدر اللي عنده سؤال يرفع ايده بعد اذنكم يعني او الانترابت وهرد عليه على الاقل يكسر الملل لان انا برضه لو افضل اتكلم كده لما يسأل يبقى في صوت تاني يتكلم فهو ينشئ ده بعد اذنك بس كان في عادة كان زميلنا كارلوس كان بياخد اي محاضر الليكتشر نوتس والماتيريال بتاعت التكست بوكس او وات ايفر الفلاش اهو المفروض رفعها وهو رفعها وبتعمل قصدي بدل ما انتظر ايميل بين حضراتكم كلهم فاقترح بس ان حد ياخد على الفلاشه يعني معايا جاهزه لو حد تسمح كده هو بيرفعها في نفس اليوم بيساعدنا بحيث ان الست بتاع حضرتك الليل ماشي مش مشكله لا مش هاخد فلاش اوكي مفيش مشكله انت تكست سوفت دور عليه بقى انا عارف ان في زباله زبوش مفيش مشكله نيرز بس ايوه ارفعه دلوقتي بس حاجه بس ما كان خالص التكست بوك ده هو لا ده ده خلص دي كده اوكي وانا هتسمع على قد ما اقدر مفيش فيها مفروض مفيش فيها مفروض ومعروف درجات هو 25% فاينل تقريبا 75% فاينل بس ونجاح مستحيل هو في ثلاث كتب اول واحد اللي هنشتغل منه اكتر بس الاثنين كويسين برضه ده اسم المؤلف فيه Thank you.
داتا كوميونيكيشنز اند داتا كوميونيكيشنز اند نتوركينج ديشن فايت اسمه ايه بقى؟ هو كلمه في الاول حضرتك بتفضل عني؟ لا الأولاني خالص؟ لا هو واحد بس ده اسمه اسم الجانب التغييرات اللي حصلت فيه طبعا حاجات صغيره من 2013 لحد النهارده الدنيا اتغيرت بس الدنيا اتغيرت كونسبت واحده والكونسبت بتاعي حاجه واحده بس الثاني هحطه في النص انا دلوقتي ممكن اخد بريك 10 دقايق ربع ساعه ونرجع في سؤال ما عندكش تساعد. تحضر من ترم تحضر فاينل اكزام.
لو انت بتخطط عايز تزق في الليل وعايز تفهم اكتر يبقى كتاب ساعه. لو انت بتخطط انك ما فيش الليكشر وما تذاكرش ما تقراش من الترم الفاينل يبقى انت عايز تجيب حسب اختيارك. فالسؤال بتاع الكتاب لا الليكشر نقص والمحاضره هناك ان شاء الله بس بس ازاي كده هتكمل. فايه ان برضه انا وقعت في المشكله اللي كده في طالب جاء لي الليكشر نقص كفايه انجح في الدروع صرت وكل الطبيعي بقى كل ما اشوف حد الاعمال قال الليكشر تكفي وصرت لا ما معلش صرت وسقطنا فهي سكتت. اللي بينجح بيجيب ايه تقول انا جبت ايه واللي بيجيب اف تقول الدكتور سقطني ما بيجيبش لعبه عليك خالص مالوش دعوه. فممكن واحد يعتمد على الكتاب والكلام ده والقصه اه لان ما فيهوش عادي يا دكتور ما اعرفش في ناس شفتها كده بتنزل مجهود وما نتيجتها بتبقى ضعيفه وفي ناس مجهودها اقل شويه ونتيجتها اعلى. جايز الباك جراوند الخلفيه بتساعد لما بقرا حاجه فاهمها اسرع جايز جايز يبقى عارف ايه المهم ومركز عليه ويحل اكتر جايز اقصد وانت مذاكر خليك سمارت حاجه مش فاهمها ابص عليها في الكتاب حاجه ركزت عليها ممكن تتكلم عليها اكتر علشان تبقى فرصك في الامتحان احسن. كل دكتور وليه طريقه كل شيخ وليه طريقه يعني ممكن واحد ماخد الماده دي في جامعه كويسه جدا مع دكتور محترم جدا ونجح فيها يجي ياخد عندي يلاقي نفسه سقط والعكس ممكن واحد هنا ويروح يدرسها لان هو درسها باسلوب مختلف وسال باسلوب مختلف. طب لو انت حضرتك كانت مسجله الامتحانات بتاعتك القديمه احنا غير الاسلوب بتاعي انا بعاني يا ريت والله كنت بخرب ولا في الناس كنت بخرب حالي كتب حالي ايوه بس الميزه بقى عندنا حضرتك تعرف مين فاهم ومين مش فاهم مبرشه الكريدت مش موجود يعني جبتها حليتها ما حلتهاش في وسطها ما هيش حاجه اسمها حصوات. الحاجه الثانيه اسهل لنا في التصفيه اه طبعا اسهل لنا في التصفيه اللي بيحصل لما بتجيب الورق اولا الخط بيبقى ناس كاتبه الخط غير مكتوب و كاتبه كلام مكتوب يعني ايه؟ لكن اللي يدفع تحت حاجه زي كده مثلا المفروض مني ان انا اقرا الكلام ده ففي حاجات ما بعرفش اقراها في فعل بيحصل او يكتب حاجه كده المفروض ان انا اقراها. في حاجات ما بعرفش اقراها فعلا. وبضطر اجيب ناس اللي عن ده ايه ده؟ فعشان التوفيق بس لانك ما هوش خطك قوي لانه ما بيديش انا احيانا انا ما بعرفش اقرا بفضل الخط النية لا ما فيش خط النية. في الغالب ببقى حاطط شيت بره كده بنقل كل الداتا بره الشيت اللي بره المنطقه مش هيسال بتاعتك كلها بره مش هبص على الورقه اللي جواها. فاسهل كتير تصحيح على اعداد كبيره بس زي ما قلت ده بقى من المالتيبل شويس المفروض لو انا المفروض تجيب فيه 25% لو انت مثلا مش عارف حاجه خالص يعني لو اخترت كله ايه؟ 25% حد لا حد بادي احيانا بيقل معاك يعني الاجابه كلها بس النقطه اللي دي ما بتنجحش في الغالب المارك شيت بتبركه اقل من بركات الاسئله الثانيه رغم ان هو المفروض ينزل 25 زي لو انت مش عارف حاجه خالص ان انا في الغالب المارك شيت تبقى بركاته اقل من بركات الاسئله الثانيه ده واقع اللي انا صححته في الكلام
نعم. الهدف ان انا بحاول اقرب بس من ايه الكاتب مش عارف فكر الانجليزي خالص بدا يكتب حاجات وانا المفروض افك الطلاسم ديت او الكاتب بخط مش عارف اقراه بخط كاتب بخط صغير جدا وانا عايز اغير النظاره بتاعتي خلاص هحاول ده السؤال اللي هو كان بيقول احط الحاجه ابص هنا بقى ايه اللي انا عامله هنا اول حاجه ايه من السوشيال نتورك كوميونيكيشن فلاش نتورك كوميونيكيشن سيستم يعني عندي خمس اليمنت سندر وريسيفر سندر بيجنريت داتا فور ذا ريسيفر وكونسيوم بيحول الداتا جنريتد انتو ا مسج بروباجيت اون ا جيفن كوميونيكيشن ميديم الميديم دون ممكن يبقى زي ما قلنا وايرد وايرلس وايرد ممكن يبقى فايبر اوبتكس او اكسل كيبل او تويست بير وايرلس امثله بقى عديده عندي واي فاي وعندي سيل نتورك وعندي ستلايت كوميونيكيشن المسج بتاخد الفورمات اللي تناسب الميديم ويتش بروباجيت بيدبر بيتصل عندها بروتوكول سيت اوف رولز تكفر ذا كوميونيكيشن effectiveness of communication system بيعتمد على الليبري المفروض لما ابعت حاجه انا باخد الريسيفر بالاسمنت صح؟ المفروض توصل لده ما توصلش لحد تاني ما ينفعش يبعت جواب لحد يوصل للديفرنت ديستنيشن فالدليفري المفروض to reach the right destination المفروض توصل صح اكيد يبقى الداتا دي بسميها داتا انتجريتي انا بعت حاجه ويل شود بي ريسيف از هاز بين سنت بعت حاجه بعت ايميل بقول له بكره او لا بعت ايميل بكره ما ينفعش يتغير المسج في السكه ما ينفعش توصل مسج كوربت فشود بي اكيد اند شود بي اون تايم تايم يعني ايه ما ينفعش مثلا انا بعت مسج توصل كمان 30 سنه انا بكلم واحد في التليفون بقول له ازيك مستني يقول لي الحمد لله ففي تايم كونسترينت الجيتر مهم بالنسبه للاوديو والتعريف بتاعه التعريف بتاع الجيتر فاريشن في الديلي يعني فاريشن ان ديلي مش مقروءه دايما ديلي variation in delay تغيير في ال delay يعني ايه؟ انا بعت sequence of messages خمسه كده هيوصل له ريسيفر بس ممكن يوصل له المسج الاولانيه خدت 1 ملي سكند تو ريتش المسج الثانيه خدت 2 ملي سكند تو ريتش المسج الثالثه خدت 1 ملي سكند ثاني المسج الثالثة خدت 4 الأخيرة نص ملي سكند مثلا الديلي تو سند ذيس مسج فروم ذا سندر تو ريسيفر ات توك سم ديلي 1 ملي سكند تو سند ذيس مسج تو ريسيفر ات توك لونجر ديلي تأخرت قوي التغيير في التأخير دون بنسميه شكل أنا عايزه هتاخده خده خلوه 1 ملي سكند خده خلوه 2 ملي سكند If I can get the variation in delay zero, this is the required performance. ليه؟ لا يأثر في الصوت، تخيل لو أنا بتكلم الصوت بتاعي يجي لك مرة بعد ملي سكند بص تلاقي الصوت باص كأنك بتبص في مراية بايظة. لو بصيت في مراية معوجة يحصل الصورة بتاعتك إيه؟ ديستورت الصورة كلها ديستورت نفس الكلام لو انا الصوت بتاعي وصل لك بديفرنت بلايز مش سيم بلاي الصوت ما اشتكى من حاجه فالجيتر ده مهم جدا امبورتنت فور اوديو الفيديو مش مشكله بس امبورتنت فور اوديو ابلكيشن يعني الجيتر بنهتم بيه لو انا هبعت نتورك كرايتيريا انا عايز احكم النتورك دي بتاعتي كويسه نعم شوف خصوصا مسج بتاعت الاوديو المقصود بيهم 5
سيبريت مسجز. لا انا انا لا انا فايل وانا انت عامل سيجنال كان السيكن او الصوت بتاعي انا عشان انا هو فنان مش كده اللي هو بيبقى باكيتس في الجامعه. انا اقول له هقول انا الصوت بتاعي بيعمل ازاي؟ الصوت بتاعي بيخش على الموبايل فون بيحصل له ديجيتايزيشن الاديشن الصوت بتاعي انا روك سيجنال انا روك سيجنال يعني بتغير كونتينوسلي وذا تايم. ده الصوت بتاعي لوجيك ذا سيجنال اذا كونتينوس في ستايل تشينج كونتينوس ستايل بيحصل لها ديجيتايزيشن بتحول بعد كده انكودنج بتحول لبيتس وتتجمع كل مجموعه من البيتس وان مسج بنسميها باكت. وناخد الباكت دي ونبعتها وان باي وان وتروح الناحيه الثانيه نجمعها يعني ديكودنج بعدين نحولها من ديجيتال تو انالوج. لو الديلاي غير الصوت باظ. خلينا بقى نسمعك في كورس الكمبيوتر تيم بتاع مارك ميديا. اه مهم طبعا جدا مهم في الاوديو بشوفه. انواع الداتا فلو انا في سؤال في الكلام ده في الحاجات دي. فايلز اوف داتا فلو عندي حاجة اسمها سندي. عندي حاجة اسمها هاف دوبلكس. وعندي حاجة اسمها فول دوبلكس. دي هاف دوبلكس دي فول دوبلكس. يعني simplex transmission is going one way. Transmission يعني عندي sender وعندي receiver. Receiver ما بيبعتش للsender حاجة. Transmission going one single way. يعني شارع اتجاه واحد. مثال على simplex transmission أو simplex data flow. مثال التي في والراديو. برودكاست تي في برودكاست وريدي برودكاست ده بيتباع ما بردش عليهم. هو في وان بيس ستيشن بترانسميت يخلق لا كلهم ما بنتكلمهمش تاني. ده بنسميه ايه؟ سيمبلكس. الفور دوبلكس اللي هو هرجع لده الفور دوبلكس ترانسميشن بوث ويز تو واي. يعني السندر يسند وات ذا سيم تايم كان يسيف فروم ذا ريسيفر. يعني السندر ايوه بالظبط زي ايه؟ زي التليفون شبكه التليفون. وده في الغالب بيبقى عندي بير تو سند وبير تو ريسيف ات ذا سيم تايم. يعني الكيبل بتاعي بيبقى فيه 1 بير تو سند و1 بير تو ريسيف ات ذا سيم تايم. سند يبقى ريسيف ات ذا سيم تايم. ده لو هو كيبل. الهاف دوبلكس يو كان سند at one time and can receive at another time. ما تقدرش تبعت وتستقبل يعني نفس الكيبل بستخدمه مره تو سند ومره ثانيه تو ذا اذر كونكشن. Not at the same time. زي الواكي توكي بتاع الايه؟ اللي هو الجهاز اللاسلكي ده. ده مثال عليه في بودكاست. ده مثال عليه الواتي توكي دوت معرفش اسمه ده بس هيك. ده مثال عليه الموبايل فون بقى دوت فون. بغض النظر الموبايل ولا الموبايل يعني فون ده مثال مثلا من اللي نطبق حتى في الشوارع. يعني ايه يحصل ايه؟ انا عارف انا عندي مدينه المنظر ده كده. دي منطقه المدارس. دي مدارس فولس. ودي منطقه سكنيه هنا دي ريزيدنشال. وانا عارف ان في شارع هنا كده. فانا عارف ان الساعه 7 ل 8 الصبح كل الناس رايحه الاتجاه ده.
يبقى الطريق ده هخليه وان واي الصبح، او مثلا لو الطريق اربع حارات هخلي منهم ثلاث حارات وان واي للي رايح وحاره واحده بس اللي جاي عشان امنع الكونجشن ترافيك كونجشن. وبعد الساعه 2 اخليه يبقى ده مثلا 8 اي ام مثلا، والساعه 2 هنا الظهر اخليه العكس مراكز مروحه. يبقى هو بيمشي في اتجاهين بتنط از سنتر، غير لما الطريق نفسه يبقى رايح جاي از سنتر. فده الهاف لوز. طيب types of connection في عندي حاجتين point to point وفي multi point. point to point شكله ازاي؟ هي بالاسم كده، ده السيلدر ده الريسيفر هنا كيبل هما الاثنين بس. سكويز لاينز نعم سكويز لاينز مثلا اه في الصوره اصلا كده كده نعم بايبس اوف كونكشن كونكشن بايبس اوف كونكشن. فده هو الديكيت لاين اللي سيتر ريسيفر ما حدش فاهم يستعمله. وصل بالاثنين، انا محتاج اي نتوركينج هنا؟ مفيش، ما خلاص. محتاج بس مانج السيشن، يبداوا يكلموا انت بعض وين زي ستارت كوميونيكيشن وين زي اند كوميونيكيشن ثينكس لايك ذات. ان انا مش محتاج راوتينج، مش محتاج سويتش، راوتينج وسويتش ده هو وان واي. ومش محتاج ادريسنج، ادريس ايه؟ اي حاجه اي ناس شبعتها من هنا هتروح لده. محتاج ايدنتيفاي البني ادم ده بحاله؟ محتاج اقول انا عايز ابعت عادي؟ ما فيش غيره. المالتي بوينت غير، المالتي بوينت نعم كان سؤال ايه؟ كان في سؤال؟ المالتي بوينت شكله كده اهو بقى وان كيبل واصل بيه عده ده وده شيرت. ممكن اتحكم في اي بي كل واحد منهم لو انا عايز ابعت الاثنين بس لو هنا هنا يبقى لازم اي نيد ان ادرس لكل واحد ايدنتيفاي. انا عايز ابعت من ده لمين؟ لعلي محمد بس. فالقال ماشي يبقى انا يبقى في ايدنتيفيكيشن بدايه كده، يبقى ادريسنج از ريكوايرد. محتاج يبقى في ادرس ومحتاج المسج يبقى جواها الادرس. المسج ايه يا علي انا ببعت لك وده شير باين بتوين ده ماشي. نتورك وورك شكل النتورك ايه؟ عندي نتورك هرتب هوصل عندي مثلا اربع مكانات. اي اف 5 بلاش 4 اي اف 5 ماشينز اوصلهم ازاي؟ فاول اسلوب اوصل بيه ان كلنا فايف ماشينز بتوع فين كده. ده اول اسلوب. في اسلوب تاني بيقول لا انا هبقى عندي هنا زي هاب سيرفر ده اسلوب تاني. اسلوب تالت ما اعرفش اذا كان ده باين ولا لا صوت ثالث يبقى عندي كده اهو ده الاسلوب الثالث. الاسلوب الاخير لو اقوله يبقى شكله
كده اهو 1 2 3 4 and 5 حضرتك ثوابت اللي ممكن يتغير ده نعم ثوابت اللي ممكن حضرتك تغير ده ثوابت يعني عندك ثوابت في يعني هو دلوقتي ما بيعمل الكورب وشكل الكورب يبقى له اربع اشكال بس لسه هنتكلم بقى على نتورك فيكس انا عندي لوكال نتورك بتاعي دلوقتي المكان بتاعي فده ممكن اعمله اوصلهم ازاي مع بعض بعدين ده اوصل كده كده يا سامي الباص لان ده كانه باص يوصل لكم ده الباص الايثرنت اللوكال اريا نتورك ايثرنت زمان كان شغاله كده باص يعني بيبقى عنده كاب موصل دي ده المين لاين وده الدراب لاين لا حضرتك ايام كورسيكيو قبل ما نعمل التغيير او الجزء الجديد هو ده بيستخدمه ده اكثر احسن ماشي فده ده البص مسكه ان هو كام واحد اللي استخدمته مع الفايف رب لاينز فرخيص نسبيا في الغالب ده بيبقى طوله في حدود 100 متر 200 متر وده المين لاين ده بيبقى شير بين اول ديفايس يعني ده عايز يبعت ده ابعته على النص بيظهر ماشين وقت السن ده بيظهر ماشين ابعتها على النص فده يدخلني في مشاكل عايز اكوردينيت فده يدخلني في مشاكل زي ميديم اكسس كنترول ماك ميديم من الاسم كنترول يعني اتحكم عايز اتحكم في الميديم ده مين اللي يقدر يبعت اتجاه الضغط لو في اثنين عايزين يبعت نشتغل ازاي تمام عيبه لو المين باص ده لو المين لاين حصل فيه فيلير يحصل ايه؟ مش لو الدراب لاين ده وقع يبقى ده ايزوليت مثلا دي ايزوليت بس الشبكه شغاله الهاب الستار اقصد 1 هاب سويتش اي حاجه موصل السيرفر ماشينز اللي انا عندي اللي بيحصل ايه؟ ده عايز يبعت المكنه دي يبعت الهاب والهاب بيفورورد يشوف الادرس ويبعته تو ذا رايت ديستنيشن كويس ده عايز يبعت المكنه دي يبعت الهاب والهاب بيفورورد تو ذا رايت ديستنيشن بس الهاب بيعمل فلاتر في نوعين في نوع انه تجيلي ابعت الكود او ان انا سويتش ببدا افهم شويه ابدا ما فيش داعي ابعت للستيرب نظر ابعت للكوايرت ديستنيشن وده الفرق بين هاب وسويتش هنا بالنسبه للباص لما ده بيبعت برودكاست مسج توصل للكل زي بالظبط اقف على الكوريدور هنا واقول يا علي تعال او مثلا اعمل حاجه كل الناس سمعت المسج بس في واحد بس اللي هيستجيب اللي هو ايه؟ اللي اسمه علي نفس الكلام ده بيروح حاطط مسج على المين باص بس ليها ادرس بتروح تو ذا رايت كله سمعت
بس one of the machines بيبص يلاقي هذا الادرس بتاعنا يروح لاي واحد فيدخلها جوه الابلكيشن بتاعه بقى يابزورب الانفايت والباقي ريجارد هنا نفس الكلام ده لو انا هعمله بروكاست تو ذا هوب فذا رايت ماشين وذا رايت ادرس وتيك ذا مسج يابزورب الريموت لو انا بسويتش خلاص ما هي رايحه ده بيبقى انتليجنت انف انه سويتش يعرف وير تو دلوقتي الليزر نت الليزر نت الحالي معظم يعني موصف الطايب is using a star connection الليزر نت من زمان كان بتستخدم باص دلوقتي الليزر نت اللي هي اللوكال اريا نتوركس اللي عندنا دي الليزر نت نتوركس بتستخدم ستار فور فور سبيد بيرفورمانس حاجه زي الحاجه الثالثه رينج فيتيبون فريند وبروجيشن وماشي في السكه دي بروف وايز او انتي بروف وايز يعني ما واش وان دايركشن لو ده وقع اللي يحصل؟ لا دول يقدروا يعملوا بعض ستيل بس ده حصل بالنسبه للكونكشن هنا لو اللاين ده وقع هيحصل ايه؟ يحصل ان ده ديسكونكتد بس الباقيين شغالين النتورك كلها والفيل لو ده فيل لو السويتش فيل خلاص كل النتورك موجود اهو بالنسبه للبولي كونكشن بنسميها مش ده ذير از ا بوينت تو بوينت كونكشن بين افري تو ماشينز ذير از ا بوينت تو بوينت كونكشن بين افري تو بوستس فده كونكتد بيهم كلهم بس التكلفه بتاعتها عاليه تكلفه عاليه من عدد اللينكس هنا نمبر اوف لينكس هيساوي كام؟ لو عددهم لو بالنسبه للخمسه دي لو عشرين هو ده كونكتد لو انا عندي خمسه وده كونكتد بالاربعه التانيين وهم عددهم خمسه في اربعه بس السلك بيكونكت اثنين بقسم على اثنين يبقى خمسه في اربعه على اثنين يعني لو عم نمبر اوف لينكس ان يبقى ان طبعا ان ماينس 1 ديفايد باي 2 كلنا دي مين؟ عدد نمبر اوف نودز هنا النمبر اوف لينكس بتاعتي واحد من بس زائد ان رمز صح؟ عدد اللينكس هنا 1 من بس زائد ان براد لاينز عدد النودز وهنا ان لينكس لو عددهم هتلاقيهم خمسه معلش ممكن اقسم هرجع الحته بس الكرينج ده وحضرتك قلت لو في جزء انفصل الجزء الثاني ده بيكمل ده يقدر يكمله كده تمام طب حضرتك هم اصلا مش بيكملوا كلهم مع بعض لا مش انا مش حتى. انا مش حتى. لا ده كده مش عارف اوصل من هنا ليه بس عشان البشر عشان البشر مش كل نعم وحسب البروتوكول اللي شغال بيه لحد ما هنا النمبر اوف لاينز ان لاينز وهنا برضه هتبقى ان لاينز ده لو عندي ان نودز صح؟ مشكلة ده ان لو النتورك بتاعتي زادت شوية يعني انا لو خمسة 20 خط مش نهاية 10 سلوك 10 10 كيلو مش نهاية الدنيا انما طب لو الخمسة دول بقوا 10 بقوا 10 9 على 2 بقوا 35 طب لو 20 نودز الموضوع بيجي شغال اوردر اوف ان سكويرد فبيبقى بيكبر باسلوب مبالغ فيه ودون هاف الاوبتيمم ان انا استخدم ده الاوبتيمم ان انا استخدم البوينت بوينت ده ليه؟ اولا بالديلي مينيمم مفيش كوردينيشن نصب خلصت ولو الكابل ده وقع مفيش مشكله دول بس زي بوست كونكشن وباقي كله شغال بس لو كبرت مش هيكبر بس هي مشكلته في السكالابيلتي اول لما نبدا السكيل بتاعه يكبر ما يقدرش الكوست بتاعه يبقى تو ماتش تمام
مستخدم اكتر في الواي. لا مش وان وان تكنولوجي بتستخدم بين الراوترز والبوردرز علشان توصل في مالتي ويز علشان لما يبقى في برضه هو في ريدندنسي بس كومبليت فول كونكتد لايك ذس دخل هو في ريدندنت كونكشن بس مش فول كونكتد لايك ذس تو سيرفرز يعني الجايد اوف فكان ده الوضع هنا كل مكنه ديت الانترفيس بتاعها للميديا اي هاف وان سيجنال انترفيس يعني انا فاكر انا عندي بالنسبه للماشين دي في كم خارج من هنا ممكن بخلو ايثر من هنا ما عنديش بس نوع من الراوتر يعني انا ما عنديش انترنت طرد يعني عنده ولا ما عنديش المكنه دي ما فيش انترنت طرد فاقصد هنا فيس ماشين كونكتد تو ذا نتورك ثرو وان انترفيس I need one interface, one network interface, one network card, one network interface. صح؟ المكنة دي I need for every machine I need one network interface. هنا I need two interfaces. هنا every machine has how many interfaces? Two. هنا every machine has how many interfaces? N minus one. N minus one. لو إحنا عددنا 10 أنا محتاج 9 interfaces. صح؟ معناه network interface ذكرت بركبه. It is a cost. فده very expensive compared to the rest. This is the most reliable, the best performance. يعني minimum delay reliability بتاعته عالية. هقول يعني ايه reliability دلوقتي؟ مونتاج most reliable, best delay, highest cost. السكيورتي بتاعته عالية ده؟ point to point. نعم. هنا لو بصيت على النت كريتيريا ازاي لو انا مثلا عندي بتشتري ثلاجه فانت بتشتري عربيه جنبك ايه؟ هتشتريها بناء على ايه؟ ماشي بناء على الكوست بتاعتها ده الموضوع مفروغ منه انتهى انما لو انت مثلا معاك فن نقد وبتنقي بقى الاحسن هتشتريها بناء على ايه؟ هتدور حاجه زي الريلابيلتي يعني ايه الريلابيلتي؟ الريلابيلتي الريلابل حاجه اعتمد عليها اعتمد عليها يعني انا العربيه بتاعتي بتعطل مني كل شهر 5 6 مرات ولما تعطل بتعطل مني من 3 بس كده انا فكره بقى عندي مشوار رايح المطار تتخيل ان انا هربيها انسى مش قادر اعتمد عليها انا مش قادر اعتمد عليها فالريلابيلتي ميز وات ميجر how much you can rely on that device. It is a measure how much you can rely تعتمد on that device. بنقيسها في العيار number of failure و time needed to recover. تحصل failure بتاعها بيحصل كل قد ايه؟ يعني العربية بتاعتي مثلا في الخمس سنين اللي فاتت عطلت مرة وصلحتها في نص ساعة. أنا عندي مشوار بكرة للمطار. أعتمد على العربية دي ولا لأ؟ طبعاً. ريلايبل. النمبر أوف فيلير بتاعي فيري سمول وتايم تو ريكفر فيري سمول. غير لما تكون أعطال كتيرة والوقت تو ريكفر فروم ذات فولت كبير ففي حاجة زي دي يقول ذيس ديفايس إز نوت ريلايبل. نفس الكلام في الكوتشي. النتورك بتاعتي الريلايبل ولا لا بتعطل كل قد ايه ولو ما بيحصل وقت بقدر الكفر من الايرور ده ازاي البرفورمانس ليه علاقه بالديلي عشان ابعت من هنا لهنا خد وقت قد ايه يهمني ان الديلي يبقى ايه سريع من الديلي بتاعي يبقى فيري سمول دلوقتي الناس بدات تتكلم على حاجه اسمها 5G احنا الوايرلس السيلفون بتاعنا شغال دلوقتي 4G
وده الديلي بتاعه من الديلي بتاعه عشان التوين تونس في حدود 50 ملي ثانيه بس. يعني عشان ابعت مسج لو انا بكلم في التليفون من هنا لحد زميلي تاخد 50 ملي ثانيه تقريبا. 50 ملي ثانيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا 15 ملي ثانيه ترانسميشن اوفر ذا اير و35 او 30 ملي ثانيه بروسيسنج. في سويتشنج في مكان شغال ما هيش مش واصلين لكابل كده ده في النص نتورك تاخد بروسيسنج. فاقصد ده 4G LTE اللي بنسميها لونج تيرم كونفولوشن ادفانسد. ده 4G الحالي بيديني برفورمانس ده. الفايبر اوبتكس يديني برفورمانس اعلى يديني بلاي اقل. ثلاث بلاي. في دلوقتي الناس بدات تتكلم على حاجه اسمها 5G فيف جنريشن موبايل فون. وحصل لها ديبلويمنت اوريدي بعض الاماكن مش بعض الاماكن في بتاع 80 دوله. مش حته محليه يعني اتس ديبلويد في السعوديه وفي قطر وفي البحرين وفي الهند وفي باكستان طبعا. مين في ايران؟ افغانستان؟ اقصد ديبلويد في حته في امريكا طبعا كندا لسه اليابان شغالين عليها اليابان ديبلويد والصين هواوي عامله مشاكل على القصه دي. هواوي بتعمل ال ورد الهارد وير تو سبورت ال 5G وهواوي شركه صينيه والدول الاوروبيه خايفه انه يكون حاطين فيها ديفايس هي اجهزه لاسوس فده انتهاء كبير. المانيا بتشتغل مع هواوي من غير مشاكل. امريكا عملت مشاكل بس هذا هو الدليل بتاعه مش اقصد الدليل بتاعه سنه 2015 قالوا يتارجت دليل اوف 1 ملي سكند. ده اللي طارق بتاعهم عمل ده 2015 وظاهر الكلام ده قريب. الديبلويد 5G اولموست سيم دلي اس 4G في الرينج بتاع 40-50 ملي سكند. التغيير ممكن يبقى في الباندوز. التغيير ممكن يبقى في الكراود اريا حاجات زي كده. ان هو مش مجرد دليل بس هو بيقول انا الكفرج ها كفرج اريا اكتر. لا مش قصدي كده النمبر اوف يوزرز. يعني انت لما تروح تشجع في ستارت في 100,000 مشجع ولسه بينا منهم مؤمنين انترنت يعملوا انترنت تليفون از سيمبل ايه اللي يحصل؟ مش هتعرف تعمل مكالمة تليفون. فهو عايز يبدا يسبورت الاعداد الكبيره دي. ده اللي بنسميه كوندنسد اريا كراودد اريا. هو عايز اعمل لهم سبورت والباندوتس باندوتس ده اللي انا كنت عايز اكتبه. يعني الديلي دي حاجه وبعد كده في حاجه اسمها داتا ريت بتبعت هاو ماني بيتس بير سكند. ده داتا ريت يعني معدل. يعني لما نقول ريت فلو اوف واتر يبقى معدل سيلان الميه في الثانيه. ريت اوف ساتش اتيز معدل. فداتا ريت ده اللي نيته نمبر بيتس بير سكند. هاو ماني بيتس وكام سنت وان سكند هاو ماني بيتس ده بنسميه داون لينك. هاو ماني بيتس يو كام ابلود ان وان سكند ده بنسميه ابلود داون لينك داون ريت واب ريت. وثروبوت ده البرفورمانس بتاعي بيقيسوا الحاجات دي. السكيورتي طبعا يهمني. ليه؟ حصل في لما طلع السيل فون موبايل فون طلع الفيرست جنريشن اللي كان في التسعينات سنة 1990 ولا حاجة زي كده. الفيرست جنريشن مشكلتها ان كان ترانسميت السيجنال انر اوفر زير وكان بتبعته زي ما هي كده وده اوتيل سيكيورتي. حصل مشاكل كبيره جدا الاثنين بيتكلموا مثلا في حاجات سنسيتيف حاجات جفرمنتال سنسيتيف ويلاقوا اللي اتكلموه في الليل نشط تاني يوم الصبح في الدرجه. الكلام ده حصل في انجلترا.
طلع السكند جنريشن اوف موبايل فون اللي هي 2 جي سكند جنريشن اللي هي جي اس ام. بدأوا بدل ما نبعت السيجنال الانالوج خد السيجنال اللي انا حكيته بقى ياخد الاوديو بتاعي يعملوا ديجيتايزيشن وفريمنج وبايزنج الكلام ده وبيعملوا كمان انكريبشن. بيعملوا كمان ايه؟ انكريبشن في المكالمه بتاعتي ابتداء من جي اس ام ده من سكند جنريشن المكالمه بتاعتي اللي خارجه في الهواء دي انكريبتد مسج تقدر تستخدمها تقدر بس هي تيز انكريبتد يكمل انكريبت اندس يو هاف ذا ابروبريت بريفليج. ده السكيورتي والسكيورتي مش مجرد بس الكونفدينشاليتي السكيورتي ليها علاقه بحاجات ثانيه كتير. نعم بعض المعلومات عن الثروبوتس فيما تعرف الثروبوتس برضه ليها علاقه بالداتا ليك ليها علاقه بالداتا ليك بس كريتيكال بمعنى ان انا هقول لك الثروبوت بتاعك 8 جيجا بت بير سكند بس يكمل تشيل ده الثريتيكال ليميت بتاعك ده الليميت بتاعك بس ذيس از نوت جارانتي عاد في بقى شيء بقول في از شيء بقول بريتيكال بريتيكال ليميت ده فوق ف كاست دو هاو ميني بيتس بير سكند بقى زي ده بريتيكال بتاع ريتس انت 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 سبسكرايب مع الناس بتوع مثلا اي كارير يقول لك يو هاف داتا ريت 4 جيجا بت بير سكند مثلا 4 ميجا بت بير سكند مثلا يو دونت هاف ات ده ده الثروبوت بتاعه بس الاكشوال ريتس 12. شوف ده التوبولوجيز وده البرفورمانس اتكلمنا عن الميش والاستار والحاجات دي. طيب شو اسمه توكس زي مثلا الكيبل في فيه والحاجات دي الوايد اريا نتورك اللي هي ماشيين كانتريز ده الرينج بتاعها بيبقى فيه 100 متر كيلو متر ولا حاجه ده الرينج بتاعها من 10 ل 50 كيلو متر مثلا ده الرينج بتاعها بقى ايه؟ انتر كونتنتال بين الدول يعني بين 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 القارات دول يعني انا مثلا لو عايز اعمل ابعت ايميل من هنا لزميلي مثلا في كندا او في امريكا الايميل بتاعي الاول هيعدي على النوكل اللي انا لحد ما نوصل للجيت واي بتاع جامعه القاهره ايوه هيبدا يمشي لحد ما يوصل لصب مارين ستيشن موجوده تاني في اسكندريه ولا على البحر المتوسط وفي كابل ماشي تحت البحر لحد خلاص ويبدا يحصل بروسيسنج لحد ما يبدا برضه صب مارين كيبل وصل من اوروبا لحد كندا او لحد زي يعني الوايد بقى ايه ده الوايد ايه اللي ليها علاقه بالشركه نعم عايز اسال حاجه ايه الشبكات اللي تبع الامن الصناعي سترايك بعض الاوقات مش محتاجين كابل مثلا او حاجه كلها كابل مع سترايك في سرايا دي شبكه ثانيه شبكه ثانيه سرايا دي شبكه موبايل فون بس كونكتد بسترايك اشتغل نت مش بتعرفش تشتغل بس اكسبنسيف وتستخدم في المناطق اللي البيز ستيشنز مش موجوده بتاعت الموبايل سورس يعني حته مش معتمد بقى على البيز ستيشن اللي قريبه مني دي لا ده سوريا كونكتد بالسطر الصحراء اه
موجود السيرفس بس ما اعرفش اي ثينك سيرفس يعني ما اعرفش قد ايه وما حاولتش ما كتبتلهاش ما حاولتش ابص عليها يعني بس انا ايه يعني ليه بس زي حد ذكر بلوتوث ولا ما اعرفش ايه هو ده وفي بادي اريا نتورك اللي هي نتورك اللي هي بان ودي ليها علاقه مثلا الشبكه كونكتد بجسم الانسان فانا عايز احط سنسورز في جسم الهيومن بتميجر الاشارات الحيويه بتاعته ضغط الدم بقى درجه الحراره نسبه السكر في الدم وحاجات زي كده وتبقى شبكه المسافات هنا بنقيسها بسنتيمتر المسافات هنا بنقيسها بالمتر فهنا مثلا بدون سنسورز ممكن 50 سنتيمتر 60 سنتيمتر وهو قريب منه جيت واي ده المباص بتاع المستشفى تقريبا الاشارات الحيويه بتاعته لو حاجه سيريس ولا حاجه ده يقدرش فدي ال طيب شوف نتورس البيرسونال دي زي ايه؟ بيرسونال زي بلوتوث زي ايه؟ زي بلوتوث زي انت عايز توصل التليفون بتاعك بالتي في مود فالتلفزيون اللي اتفرج عليه على طول ده بيرسونال ايه؟ معلش يا دكتور في واحده هي متروبوليتان اريا نتورك دي خاصه مثلا بالكيبل تي في شويه حاجات زي كده تبقى شبكه جوه المدينه وفي نتورك وفي نتوركس بقى يعني انا عندي لوكال اير نتورك جوه الجامعه في القاهره في كذا لوكال اير نتوركس بكونكت بينهم فاري نتورك وفي نتوركس وكونكتد تو اذر واتكلمنا على الاوساي موديل السيفن لايرز نعم نيورال نتورك تعتبر لا نيورال نتورك ده مش الكلام ده خالص ما تتصنفش في اي لا نيورال نتورك ملوش دخل بالكلام ده خالص خالص يورا بص يورا نت دي مش الهدف منها اللي ببعت مسجز بين تو يوزرز لا دي خاصه بالناس بتوع الارتفيشال انتليجنس وحاجات زي كده موديل من الارتفيشال انتليجنس يعني خدنا بعد كده الاو اس اي موديل اللي هم 7 لايرز 7 لايرز بتوعي فيزيكال ذا لينك نتورك لحد ما اوصل الابلكيشن لاير اللي قدامهم ما فيش وقت عم بكون شغال ما فيش وقت ما فيش وقت مش عارف شكل حتى لو رمضان الوقت بتاعه مش ايه مش يمكن يجي لي ثلاث ساعات تشرب في رمضان دي حاجه الناس اللي جايه مشاهده يعني واحتمال يبقى الحظ اقل سنة بس على اي حاجه يعني حتى لو الامتحان فات اللي شهر 6 وقت بتاع رمضان ده شهر فيه يبقى صغير عشان اول لير دي كانت فيزيكال لير انا واصل عايز اتحرك نعم النمبر 8 اللي هم 7 لايرز دول اول لير فيهم الفيزيكال لير ودي لها علاقه بالفيزيكال بالالكتريكال الان ميكانيكال اسبكتس نتوركس زي الكيبلز الكيبل ده معمول ازاي او الوايرلس سيجنال ما فيش فيه ازاي في الهواء داخل فيها بقى هنبريزنت السيجنال بتاعتي وات از ذا سيجنال لو هي كهرباء السيجنال اللي كانش في كيبل كهرباء طب هي كام فولت؟ الداتا بتاعتي 1 2 0 ال 1 شكله ازاي وال 0 شكله ازاي؟ السيجنال اللي ماشيه دي يعني ايه 1 و 0 على سيجنال ماشي؟ فده ليه علاقه بالفيزيكال لير الداتا لينك لير ليها علاقه بثلاث حاجات بيسكلي الداتا
ليها علاقه بثلاث حاجات بيزك الميديا اكسس كنترول خصوصا لو انا شغال باص ولا حاجه زي كده ميديا اكسس كنترول ليها علاقه بحاجه اسمها تريننج ليها علاقه بحاجه اسمها فلو كنترول وليها علاقه بحاجه اسمها ايرور كنترول دول المين فانكشنز بتوع ال ايه يعني ايه ميديم اكسس كنترول قلنا لو انا وشير ميديم وشير ترانسميشن ميديم زي باص او حتى ايثرنت اوفر ستار مين يبعت ومين يستنى فكنترولينج اكسس تو ذات ميديم كنترولينج اكسس تو ذا ترانسميشن ميديم ميديم اكسس كنترول كنترول في اكسس ان يقدر يستخدم ذا كوميونيكيشن لينك كوميونيكيشن ميديم لان فريمينج ان انا جاي لمجموعه من البيتس هحطهم في فريم فريم ايه؟ فريم زي كان في ماتش كان في ماتش ليه بدايه وليه نهايه فده الفريم وليه ماكسيمم سايز وليه مينيمم سايز ده الفريم الفلو كنترول ايه هو الفلو كنترول؟ انا ببعت من مكنه سريعه لمكنه بطيئه ايه اللي يحصل؟ اقول لك اديلك لك مثلا لو انت عندك كوبايه صغيره كده وبرميل كبير كده وتصب ميه من هنا لهنا ايه اللي يحصل؟ يلوس فا اف يو سنت فروم ا فاست ماشين تو ا سلو ماشين يو هاف بروبلمز يو هاف تو كنترول ذا فلو لازم السلو ماشين تدي فيدباك للفاست ماشين سلو داون سلو داون فده فلو كنترول تو كنترول ذا فلو between different machines if they have different capabilities نعم ده زي لما يكون في مكنه شغاله فول دوبلكس والثانيه شغاله هاف دوبلكس فالفول دوبلكس تنزل بسرعه ال لا انا عندي سوبر كمبيوتر بيترانسميت والداتا ريت فيري هاي وعندي اللابتوب بتاعنا ده مسكين بيريسيف ريت قليل الكارت النتورك كارد بتاع البروسيسنج ده غير هنا خالص فده بيبعت لي 1 جيجا بت بير سكند وانا كل اللي بقدر اعمله هنا مثلا 4 ميجا بت بير سكند او كان دو ذات فلازم الناحيه الثانيه هي اللي بتسلو داون انا هصلح ده ازاي؟ اشتري مكنه ثانيه هصلحها ازاي يعني؟ فا اف ذير از ا ميس ماتش بتوين ذا ماشين كابابيلتيز ذن يو هاف تو كنترول ذا ثينج وده اللي حصل فعلا مش كل المكن زي بعض يقول ان هيتروجينيس انفايرمنت نفس النتورك هو فيها ديفرنت ماشينز وديفرنت كابابيلتيز مكنه دلوقتي عليها لود عالي ومكنه نوت هيفي لودد ففي ميس ماتش بين ذا سبيدز فلازم فوق الكنترول ذا فوق الايرور كنترول ان كيس اوف ان ايرور هاو كان يو هاندل ذا ايرور هاو كان يو كنترول ذا ايرور ايرور زي ايه؟ يلوز الفريم كورابت او يلوز فريم لان في اثنين ماشين بعتوا ذا سيم تايم على اللينك الفريم جالي بايس اعمل ايه؟ ريسنت طبعا على الاقل اعرف ان في ايرور حصل هاو ذا كنترولينج ذا ايرور فده النتورك ودي ليها علاقه دي ليها علاقه نبدا هنا نتكلم عن حاجه اسمها ماك ادرس انا عايز ابعت على الراس بتاعي كده من هنا لهنا فلازم ابقى عارف انا بعت مين دكتور انا اقدر اقول كده الدياجنوستيك بتاع الكونكشن بقدر اشوفه هنا في الداتا لينك ليه الدياجنوستكس بتاعت لو حصل اي انترابشن انت تقصد ما له علاقه بالايرو كنترول؟ اه الايرو كنترول بس يا شباب بالمراحه لو احنا شغالين على الانترنت بتاعتنا والكلام دوت الايرو كنترول ليه علاقه بالهيدر مش بكنترول الايرور على الداتا لو الداتا حصل فيها ايرور مش بعرف ده في هاير ليرز انما هنا الايرور كنترول بالكنترول بس لو الهيدر حصل فيه كوربشن لان الهيدر ما انت دخلتني في كلمه كسر الهيدر بس انا ندرسه ان ديتيل يعني الداتا لينك لاير المفروض ان شاء الله درسته قبل كده لما كان في وقت الداتا لينك لاير ناخدها طيب خلاص
شفت الرونيك؟ لا مش عارف.